أهلا بكم في حصاد الأيام. يتواصل الجدل السياسي حول منصب رئيس البرلمان وسط دعوات للإسراع بانتخابه. أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي أخفق البرلمان فيها تباعا بسبب الانقسام وعدم التوافق على مرشح واحد، حيث تمسكت الكتل بمرشحيها. المحكمة الاتحادية العليا كانت قد قضت في تشرين الثاني الماضي بإنهاء عضوية الحلبوسي. يأتي هذا على خلفية دعوة قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين واتهم بها بتزوير استقالة للبرلمان، ومن ذلك الوقت هناك خلافات لاختيار البديل. بالتالي وعلى ضوء هذا الأمر تعقد القوى السياسية اجتماعات مكثفة لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، وتحديداً المادة 12 والتي تنص على فتح باب والسماح للترشيح مرة أخرى. حياكم. إنها ليست المرة الأولى في تاريخ السياسة العراقية أن يعجز مجلس النواب اختيار رئيس للمجلس نتيجة تلكؤ بعض الكتل في الوصول إلى التفاهمات والتوافقات فيما بينها، ما يضع العملية السياسية في البلاد داخل نفق مظلم. رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي يعقد اجتماعا مع عدد من رؤساء الكتل لمناقشة تشكيل لجنة تضم عددا من النواب للإسراع في حسم ملف اختيار رئيس جديد، إضافة للإسراع بتعديل آلية النظام الداخلي للمجلس. ويبقى اختيار رئيس مجلس النواب مصدوما بعقبة الخلافات في ظل استمرار اللقاءات والاجتماعات على حسم الاتفاق داخل المكون السني قبل التوجه إلى التحالفات الشريكة. تبقى شخصية الرئيس المقبل مرهونة بالاتفاقات السياسية. إذن مشاهدينا، سيكون محور ملفنا الأول عن الاجتماعات السياسية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان واختيار رئيسا. نناقش هذا الملف مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ جاسم الموسوي. حياك الله أستاذ. وأيضا الدكتور وائل البياتي، رحب بحضرتك في حصاد الأيام. أهلا بحضرتك. بداية أستاذ جاسم، أربعة أشهر مرت لحد لحظة معضلة اختيار بديل للسيد الحلبوسي لم تنتهي، ما هي قراءتك للمشهد؟ كيف ستحل هذه الأزمة؟ هل ستحل في الأيام القليلة القادمة؟ ولحد الآن لا يوجد توافق سياسي اللي هو دائما ما يتسيد المشهد لحل الأزمات في العراق. يعني في البداية تحية إلى جنابك الكريم وإلى الضيف الكريم الدكتور، وأقول رمضان مبارك على مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بحضراتكم. بالتأكيد الأزمة والمشكلة هي أزمة سنية يعني بحد ذاته. قبل أن نتطرق إلى الدستور والقانون والنصوص والنظام الداخلي، الأزمة أزمة سنية ولم تعصف بالبيئة السنية أزمة سابقا بقدر ما عصفت نتيجة طبعا بكل تأكيد تراكمات، جزء منها ما تتعلق برئيس البرلمان المقال، وجزء منها ما يتعلق أيضا بالتنافس والأرقام الانتخابية التي وصلت إلى حد المعركة الصفرية، ولم تتوصل القوى السنية إلى الآن إلى مرشح تتفق عليه. ثم نعود إلى ما تفضلت حضرتك بالتوافق السياسي الذي هو بكل تأكيد تجاوز حتى الأطر الديمقراطية، لأنه أصبح عرف، وهذا العرف ركب القانون والدستور. كفراغ دستوري لا يوجد فراغ دستوري الآن. صحيح أن النظام الداخلي في المادة 12 ثالثا نص على أن في حالة خلو، نعم، والخلو بمعنى لا عودة يعني للمنصب، رجل غادر المنصب ولن يعود إلى المنصب، رئيس البرلمان أو أحد نائبي أو نائبي على البرلمان في الجلسة الأولى حدد. وهذا أنا باعتقادي أيضا يعني فقهاء القانون لم يحددوا نهاية لهذه الجملة، هل الجلسة الأولى إذا لم يتحقق النصاب على سبيل المثال، إذا لم تتمكن يعني الأعضاء مجلس النواب من الفوز لأحد المرشحين وبالتالي تساوت الأصوات، ما هو الحل؟ هل نذهب إلى جلسة ثانية أم تبقى الجلسة مفتوحة؟ أنا نخليها للدكتور يفصل يعني أعتقد يعني ترفع عن الجمع يعني بين العلوم السياسية والقانون.
فأعتقد يعني نهايات ربما الدكتور يعني يجد لها حل. النقطة الأخرى اللي تشابكت الآن هو أنه الخيار لم يعد خيارا توافقيا يعني مطلق، أصبح فيه افتراضات. واحد من هذه الافتراضات أن إصرار على سبيل المثال تقدم بمرشح معين يقابله أيضا تنافس من قوة أخرى وانسحابات، يقال أن هناك انسحابات من تقدم، أصبح البيت السياسي الشيعي والبيت السياسي الكردي لا يستطيع أن يبقى متفرجا يعني لفترة زمنية أخرى، وبالتالي يجب أن يكون هناك حسم. في قراءتي في رؤيتي أن الاجتماعات التي جرت يوم أمس واليوم تحديدا، خصوصا أن أشيع أن السيد خميس الخنجر التقى بقيادات من الإطار وقيادات كردية أيضا. سيد جاسم، لمن أقرب البيت الشيعي ولدعم أي الحلول خاصة بالوقت الراهن بعد تأخر البيت السني باختيار يعني مرشح؟ ما أعتقد الشيخ كريم العليان له الحظوظ خصوصا بعد التسريبات التي حصلت، وربما إذا أصر تقدم يعني على هذا المرشح أعتقد المرشح الآخر ربما هو أكثر حظوظ، خصوصا أنك تعرف أن صحيح التوافقات تلعب دور كبير، لكن التوافقات تحكم التوازنات. بمعنى إذا ما الإطار اتفق والكرد اتفقوا على المرشح الآخر، المرشح الآخر بكل تأكيد إلى الحظوة. وبالمناسبة أيضا وقد يعني يكون هذا كار للدكتور في تحديد، لا يمكن أيضا إضافة مرشحين يعني نصا يعني سواء بالنظام الداخلي أو حتى المادة 61 للدستور، لا يمكن الآن إضافة مرشحين إذا ما انسحب مثلا الكريم أو أو الآخر الشخص الآخر اللي هو الأستاذ سالم أعتقد. وبالتالي أعتقد لا أعتقد الكريم سيفوز في ظل صراع اجتماعي سني في الأنبار. يعني الآن تعرف هي واحدة، يمكن أنا والدكتورة تحدثنا، واحدة من السلطات هي السلطة الاجتماعية. لا أعتقد أن الأنبار ستسمح بفوز يعني مرشح تقدم، خصوصا بعد هذه المعركة الصفرية أو عدم التلاقي. يعني إلى الآن في ظل عدم وجود مرشح، في استحقاقات للسنة بأن يكون لديهم رئيس للبرلمان، لا يوجد اتفاق ولا يوجد توافق أيضا بينهم لكي يأتوا للسلة الشيعية والسلة الكردية. الدكتور وائل، رحب بحضرتك مرة أخرى، رمضان كريم عليك إن شاء الله. من الجانب القانوني وين تصير الأمور بالوقت الحالي، وإحنا تأخرنا لأربعة أشهر دون اختيار بديل للسيد الحلبوسي؟ في البدء أحييك وحيي مشاهدي قناة الكرام والضيف الموسوي السيد الكريم. واقعا أنه مسألة تأخر انتخاب رئيس لمجلس النواب راجع إلى وجود أزمة سياسية كبيرة، أزمة في الجانب السني كما بين السيد الموسوي قبل قليل، وأيضا أزمة التوافق على شخصية من سيتولى رئاسة المجلس. هذه الأزمات يوجد لها أساس أيضا قانوني ما موجود في النظام الداخلي، في أنه في حالة خلو منصب رئيس مجلس النواب فإن عملية انتخابه تتم في الجلسة الأولى اللاحقة لعملية الخلو. وهذا النص عندما وضع في حينه لم يتبادر في ذهن المشرع أنه ستحصل مثل هكذا أزمة، باعتبار أن عملية التوافق على اختيار شخصية ستكون بشكل سريع وبالتالي بإمكان إنجازه في جلسة واحدة. اللي حصل مسألة التطبيق أننا احنا تعثرنا طيلة فترة الأشهر الماضية، داخلين في الشهر الرابع لحد الآن. واقعا إذا نرجع نحلل النص، النص ما حدد لنا أثر في حال إذا لم يتحقق نتيجة انتخاب في الجلسة اللاحقة اللي هي الجلسة الأولى، وبالتالي عملية التفسير تقتضي أنه الغرض من النص هو تحقيق الغاية اللي هي عملية الانتخاب، وبالتالي إذا ما تحققت في الجلسة الأولى لا بأس من أن تتم انعقاد جلسة ثانية وثالثة ورابعة ونستمر إلى حين الوصول إلى الهدف المنشود وهو عملية الاختيار. لكن بموجب النصوص والتفسيرات المحكمة الاتحادية السابقة لهذا الجانب أصبح لدينا تقييد لعملية الترشيح بأنهم مجموع الأشخاص الستة اللي ترشحوا في هذه الجلسة، وبالتالي المضي بعملية إذن لا مجال لترشيح شخصية أخرى إلا في حالة واحدة أو في حالتين، حالة قانونية وحالة قضائية. الحالة القانونية هي الذهاب إلى تعديل النظام الداخلي أو تعديل أيضا قانون مجلس النواب لإعادة صياغة عملية الترشيح فيما يخص رئاسة مجلس النواب، وبالتالي إضافة نص آخر يتيح فتح باب الترشيح في حال إذا لم يصل أي من المرشحين
في الجلسة الأولى إلى العتبة المطلوبة وهي نصف زائد واحد من أعضاء مجلس النواب اللي هي الأغلبية المطلقة. هذا من جهة. والتعديل يحتاج توافق سياسي. هذا يحتاج إلى توافق سياسي وعملية تصويت، وإن كان عملية تصويت ممكن أن تنجز ب 84 نائب. لأن الجلسة بمجرد حضور 165 نائب، أغلبية المطلقة بإمكانها المضي بعملية تعديل النظام الداخلي. هذا من جانب. من جانب آخر يمكن الذهاب إلى حال قضائي. توجد عدة دعاوى معروضة أمام محكمة اتحادية، بعضها ما يتعلق بمدى أهلية السيد كريم للبقاء في عضوية المجلس، وهذه إذا ما حسمت سلبا بالنسبة للسيد الكريم قد تؤدي إلى إنهاء حظوظه فيما يتعلق مسألة الترشيح، وهذه أجلت إلى بداية الشهر الرابع. وأيضا جلسة أخرى فيما يتعلق بمدى دستورية الجلسة التي تم فيها عملية الترشيح. هذين الدعوتين إذا ذهبنا إلى أن الدعوة الثانية عدم دستورية الجلسة الأولى بموجب حكم قضائي من المحكمة الاتحادية، فبالتالي كل الأشخاص الذين تم ترشيحهم ستسقط ترشيحاتهم، وبديهيا ينبغي أن أفتح باب الترشيح. جيد. حتى دكتور في حالة القانون شو نشوف أنه دستورية الجلسة الأولى من الجنب القانوني؟ الناحية القانونية الجلسة الأولى شابتها عدة إشكاليات، خصوصا ما يتعلق مسألة رفعها على الرغم من وجود مطالبات بالاستمرار بها. بالتالي أنا أعتقد أنه المحكمة الاتحادية ممكن أن تذهب إلى عدم دستورية الجلسة الأولى، وبالتالي سيصار إلى سقوط الحق في الترشيح لمرشحين الستة، وينبغي علينا أن نفتح باب الترشيح مرة أخرى. وهنا أستذكر القرار السابق للمحكمة الاتحادية فيما يتعلق بقضية السيد هشار زيبان. نعم. عندما ذهبت إلى عدم أهليته للترشيح قامت بإعطاء صلاحية لمجلس النواب لإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى، باعتبار أن هناك كيان أو مكون سياسي قد فقد حقه بالترشيح، يعني لم يقدم مرشحه للمنصب، وبالتالي قواعد العدالة تقتضي إعطاء هذا الشخص فرصة ثانية، أو هذا الحزب السياسي فرصة ثانية لأن يقدم شخصا آخر بديلا من مرشحه الوحيد. وهذا أيضا قد يكون الحل الثاني. نعم. في الجانب القضائي فيما إذا ما ذهبنا إلى عدم أهلية السيد الكريم للبقاء في عضوية المجلس بناء على التسريبات التي ظهرت والمقاطع الصوتية والفيديوية الخاصة به، أو في حال إذا ما ذهبنا إلى عدم دستورية الجلسة. جي أستاذ جاسم الحلبوسي بدأ بالتحرك ولقاء بالشخصيات أو الزعامات داخل البيت الشيعي، شلون تقرأ هذه التحركات بظل هذا التوقيت؟ ما الذي يصب في صالح تقدم خاصة بموضوع دستورية أو شرعية الجلسة لانتخاب الرئيس؟ لا، أولا تعرف أن الحلبوسي من أزاحه وأزاحته المحكمة الاتحادية وبشكوى سنية أيضا، مو شكوى شيعية، يعني من نائب، وكان هناك تزوير، وهذا التزوير أدى إلى أن تتفكك اللحمة السياسية السنية، بمعنى هناك حيز آخر بدأت قوة أخرى تملأه. محاولته للمرور على القوة الشيعية أنا أعتقد هو أمام خيارين، هو أما أن يستبدل مرشحة، وهذا الاستبدال صعب كما أشار الدكتور باعتبار النصوص سواء النظام الداخلي الاستبدال يحتاج إلى أن المحكمة الاتحادية تطعن بالدستورية تبطل الجلسة، إذا أبطلت الجلسة ممكن أن، أو أنه يتنازل إلى المرشح الآخر العيساوي سالم العيساوي، وهذا التنازل طبعا مشروط على القوى السنية أيضا وباتفاق وبوساطة من قوى سياسية شيعية وكردية لضمانات معينة، باعتبار أن سبب الأزمة الآن هو شخص الحلبوسي بالمناسبة. لكن هذا الاحتمال الثاني احتمال بعيد ما تصوره هيك. لا أعتقد أن الحلبوسي إذا ما وجد الأبواب يعني موصدة ولا تنفتح له ولا تدعم بأي شكل من الأشكال سياسيا كخبرة، أقول أن الحلبوسي ربما يعني يتنازل عن هذا الهرم العاجل الذي وقف عليه، واسمح لي أقول، لأنه تصرف في مناطق خطيرة جدا، وهذه المناطق أدت إلى أن تفتح أبواب على الحلبوسي ولا تفتح أبواب للحوار مع الحلبوسي، واحدة منها هو داخل البيت السني، الثانية داخل الوسط السياسي العراقي بشكل عام، والثالثة إقليميا ودوليا. كان هناك ارتكاز من قبل الحلبوسي وهو مخطئ بأنه البديل وأنه قادر على أن يصادق الجميع ويمارس يعني الكرة السياسية في جميع الملاعب دون أن يكون هناك من يرفع الكارت الأحمر بوجهه، معتقدا ذلك. بنفس الوقت يقول لك هذا شأن داخلي سني، احنا
مقسمين الامور وزارات لي فلان حزب وكل منهم اصلا بالتالي بديل الحلبوسي متوفر ويشترط من داخل تعالف تقدم. نعم كلامك صحيح جدا وكانه هو جالس يعني وهذا من هذا هو يعني انا اعتقد جوهر يعني المناقشه الاعلاميه. الحلبوسي كان ولكن ما كان يجب ان يكون لم يتحقق، بمعنى هو صح راحت المناصب الاخرى للقوى السياسيه لكنه تصرف وسلك سلوك ادى الى ان يتحول الحلفاء الى خصوم، وهذا واحد من المعضلات التي تواجهها عمليه انتخاب رئيس البرلمان، بمعنى هو لم يجد حلفاء يزيدون من الارقام التي لديه، وبالتالي ياتي الى القوى السياسيه الشيعيه وهو محلق لديه يعني ارقام، هو الان يتحدث عن معركه داخل البيت السياسي السني، وهذه المعركه لا تؤهله حقيقه من ان يتمكن من ان يقنع القوى الشيعيه، خصوصا نحن جميعا ربما نتذكر انه صاحب مشروع الثلاثيه في الحكم اذا ما تتذكر، يعني الديمقراطي والحلبوسي والاخوه في التيار الصدري، وهو مع ايضا عدم مشاركه الاطار في السلطه، فالان الاطار في السلطه، فكيف يتذكر من الحلبوسي مواقف ويقبل هذه المواقف حتى وان كانت هناك برغماتيه سياسيه؟ اعتقد لا توجد ثقه كبيره جدا من قبل القوى الشيعيه تحديدا وحتى القوى الكرديه الاتحاد، الان نتحدث الاتحاد وقوى ثقتها عاليه بالسيد الحلبوسي لكي تطمئن له وتطمئنه على انها داعمه للكريم في اذا ما اخذنا براي الدكتور القانوني الدستوري انه ممكن المشرع يفتح بالجلسه الجلسه ثانيه وثالثه، وانا لا اعتقد ولكن ممكن لانه المشرع لم يضع نهايات يعني محدده في يعني في التشريعات، ودائما بالمناسبه النصوص الدستوريه هي خطوط عامه والتشريعات القانونيه يفترض ان تكون تشريعات تبدا وتنتهي. هذا الامر الجدلي دائما ما نقع فيه في المشاكل بتفسير النصوص الدستوريه. دكتور كيف من الممكن ان نتخلص من هذه الاشكاليات عند ابسط القضايا وتصبح هناك جدليه في تفسير القانون والكل يفسر حسب ما يشاء؟ واقع ان مساله نصوص الدستوريه نحن كمختصين في الجانب الدستوري بعض النصوص لا نعتبرها جدليه. قد يستغرب المستمع او المشاهد لهذه الفكره. طبيعه القانون الدستوري هو ليس قانون صرف. يعني نصوص القانون لو نرجع للقانون بشكل عام، القانون عباره عن قاعده ملزمه تتضمن جزاء. شق حكم وشق جزاء. في القانون الدستوري يوجد شق الحكم ولا يشترط ان يوجد شق الجزاء. لذلك نجد العديد من النصوص الدستورية ما يتعلق بالجلسة الأولى، ما يتعلق بعملية اختيار الرئيس أو اختيار الكتلة النيابية الأكبر، لا نجد نص يحدد ما هو الأثر المترتب على عدم تحقق النتيجة. أعطيك مثال على سبيل المثال، في إيطاليا بعض الأحيان عملية انتخاب رئيس الدولة كانت تستمر إلى 40 جلسة، 40 مرة فشل. نعم. قريب علينا لبنان، سنتين مو هذه الدورة، الدورة قبلها أكثر من سنتين استمرت عملية الاتفاق على اختيار رئيس الجمهورية آنذاك، أي عملية فشل في المجلس. هذا المشكلة تتعلق بطبيعة القانون الدستوري أو قواعد القانون الدستوري أن هذا طابع قانوني وسياسي في آن واحد، وبالتالي هناك فسحة للاتفاق السياسي باعتبار أن عملية تقنين هذه القواعد بشكل كامل ووضع الآلية أو التقنية القانونية على كل نصوصها ستؤدي إلى حصول أزمات. جيد، هل تحتاج المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى تعديل من وجهة نظرك القانونية؟ وهل ستنهي الجدلية وهذه الأزمة في حال تم بالتأكيد لو ذهبنا إلى تعديل أحكام المادة 12 بفتح باب الترشيح في حال الفشل، فشل أي من المرشحين الجلسة الأولى في الوصول إلى النصاب المحدد لانتخاب الرئيس وإعادة فتح الترشيح مرة ثانية، هذا سيؤدي بلا إلى الخروج من هذه الأزمة بشكل كبير. من جانب سيعطي حق لحزب تقدم بتقديم مرشح ثاني وسحب مرشحهم اللي صارت عليه الجدل. ثانيا يعطي مجال للكتل السنية الأخرى أو التيارات السنية الأخرى الموجودة أن تقدم مرشحين آخرين أو أن تتمسك بمرشحين الموجودين، وبالتالي سيكون هناك إمكانية نوع من أنواع العدالة في إعادة النظرة مرة أخرى. تبقى حجم التحالفات السياسية لهذا التيار أو هذا التيار مع باقي الشركاء
في الجانب الشيعي والجانب الكردي هي التي ستحتم عدديا مسألة من سيكون رئيس مجلس النواب، وبالتالي سنخرج من هذه الأزمة باعتبار أننا أعطينا فرصة لتقدم بتقديم مرشح ثاني غير جدلي، وأعطينا فرصة ثانية أيضا للأحزاب السنية أخرى بأن تتمسك بمرشحية أو تقدم مرشحين آخرين قد يكون مقبولا من قبل التقدم، وبالتالي يحصل إجماع في مسألة الاختيار من قبل جميع المكونين للحكومة. اليوم المشاهد يقول لك إحنا بكل أزمة تصير لازم نركض نعدل الفقرة بالقانون، فقرة بالدستور، فقرة من النظام الداخلي حسب حجم الأزمة ومزاج الكتل السياسية وتوافقاتها واشتهاءها السياسي. هذه الإشكالية ترجع للمشرع، مرة المشرع في مجلس النواب، وأكو بعض النصوص في الدستور تحتاج إلى إعادة نظر من وجهة نظرنا كمختصين في القانون الدستوري، خصوصا ما يتعلق بمسألة انتخاب رئيس الجمهورية أو اختيار رئيس الكتلة النيابية الأكبر، كان بالإمكان صياغتها بطريقة تفصيلية تجنبنا كثير من المشاكل. أيضا ما يتعلق بالنظام الداخلي وكثير من القوانين في العراق، للأسف المشرع العراقي لا يزال يعتمد مسألة الاختصار في النصوص، مع أنه الأصل في القانون أن يتضمن تفصيلات. إحنا دائما نعتمد التفصيلات في الأنظمة وفي التعليمات، يعني بمستوى أدنى صدر الوزارة صدر الجهة التنفيذية، هذا مو صحيح، هذا يترك سلطة تقديرية للمنفذ، بينما ينبغي أنا كمشرع أن أعمد على وضع تفصيلات وكل الفروض اللي تدور في ذهني في حال لو حصلت أضع لها حكم أو أضع لها نص يمكن معالجة، مثل قانون العقوبة بالتأكيد شامل واسع لكل صور وصل لهذه المرحلة بهذا القرن، آسف جدا دكتور، وفي نصوص قانونية تحاسب هذه الثورة الإلكترونية اللي تصير فيها عقوبات بهذا القانون. طبيعة صياغة النص على الرغم من أنه صادر عام 1969 لا يزال قابل للتطبيق على الرغم من الثورة التقنية الموجودة حاليا، هذا ما معناه أن المشرع كان لديه بعد في الصياغة بحيث جعل النص قابلا للتطبيق لسنوات 430 31 كلها ممكن ان تطبق على الجرائم الالكترونيه. الجرائم الالكترونيه اكو بعض الثغرات بعض تحتاج الى تعديل، لكن هذا لا يعني انه نص صمت، هذا اللي نحتاجه خصوصا في عمليه صياغه القوانين، الرجوع الى المختصين واجراء عمليه حوار فيما بينهم لطرح الافكار والاستفاده منها، خصوصا احنا نعاني فيما يتعلق بتشريع القوانين داخل مجلس النواب مساله القراءه الاولى والمناقشه في الجلسه الثانيه. نقرا قراءه اولى ثم نذهب بعد ذلك الى جلسه ثانيه لمناقشه تقرير اللجنه النيابيه ثم طرح التعديلات ثم الذهاب الى يوم التصويت، ونحن كجمهور وكمواطنين كمختصين لا نعلم ما هي النسخه الاخيره لمشروع القانون، وازيد من الشعر بيت أعضاء مجلس النواب لا يعلمون النسخة الأخيرة التي سيتم التصويت عليها إلا قبل الجلسة بساعات، وهذا مو صحيح. نحن نحتاج أيضا إلى إعادة تعديل هذه الآلية بأن أذهب إلى جلسة ثالثة بعد الجلسة الثانية أحكم النص، أي أجعله نص غير قابل للتعديل بعد ذلك بموجب النص أو مشروع القانون المرسل والمقترحات الموجودة، ثم بعد ذلك ينزل على الموقع الإلكتروني مجلس النواب لإثارة حوار له من قبل المختصين، ويعرف عضو مجلس النواب أين سيصوت، بالتالي أستطيع أن أحكم النصوص أتجاوز هذه الإشكالية. أستاذ جاسم، في حال لم يتم بطلان الجلسة من قبل المحكمة الاتحادية الأمور ستسير بالاتجاه الآخر، سالم العيساوي في حال حصل الاتفاق سيتم تمريرا، كيف ستنعكس على أرض الواقع على المشهد السياسي وخاصة حسب تقدم يقول لك أنا صاحب المقاعد الأكبر داخل مجلس النواب والممثل الأول على المكون السني؟ يعني فقط للتذكير انه من طالب بتعديل النظام الداخلي للبرلمان هو الحلبوسي عندما كان رئيس للبرلمان، يعني مو الان، هي يعني بدعه الان، وكان يقصد بها مو فقط يعني الماده 12 ثالثا ورابعا، كان هناك مواد في النظام الداخلي اراد ان يعدلها تتشابه مع صلاحيات رئيس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء. طبعا فرق، تعرف رئيس مجلس الوزراء يعرف الدكتور صوت واحد. اذا اصر يعني تقدم السيد الحلبوسي على مرشحه، انا اعتقد أن المحكمه الاتحاديه ربما سيكون لها راي، اضافه الى انه ستكون مشكله كبيره داخل البرلمان. اولا لا اعتقد نفس الترشيحات التي حصلت او الاصوات التي حصلت ستحصل مره اخرى اذا ما اصر على يعني مرشح كريم شعلان الكريم،
هو قد لا يتراجع مثل ما تفضلت حضرتك باعتبار استحقاقه ومنح وزارات أخرى من نقاطه لآخرين، بالتالي أخذ منصب رئيس البرلمان، ستكون هناك أزمة حقيقية، لأن لا يبدو أن لا هناك لا يوجد مخرج ولا يوجد تصريح أيضا لا من الإطار ولا من الحلبوسي بأن هذا الماراثون أو الجلسات اللي والاجتماعات التي حصلت ستنتج يعني الخروج من الأزمة. هل بقدر ما برأيك يذهب الإطار التنسيقي لدعم الجهة الثانية للمقابل الحلبوسي؟ والله جزء من أعضاء الإطار، وأنا آسف جدا أقولها، أنا لا أثق بهم، يعني نتيجة الانتخابات الأولى عدد الأصوات اللي حصل عليها يعني شعلان الكريم بعد تصريحاته كبيرة، وربما الإطار كان جزء من الإطار هم الأكثر الموجودين، وبالتالي وهناك كانت إشاعات تقول أن المال قد لعب دور كبير جدا في شراء الذمم، وهذا طبعا وهي مسؤولية أخلاقية، لكن بعد هذا الرأي العام اللي الآن حقيقة يتواجد داخل ربما جميع المكونات من أن يعني إعادة النظام السابق أو الإشادة بالنظام الدكتاتوري السابق هي ليست كارثة فقط، هي أنا أعتقد خطيئة كبرى، لأن دماء الكرد دماء الشيعة دماء حتى السنة لا يمكن حقيقة التغاضى عنها، ولذلك أعتقد من المصلحة السيد الحلبوسي الآن بعد أن جلس ويا الأخوة في الإطار أن يفكر بغير الأخ شعلان الكريم. أنا أحد النواب اللي أقسم أنه ما يرشح، شفته في مكان فقلت له ليش ما ترشح أنت شوية أرحم يعني أهون، قال لي مو أنا أقسمت، قلت له لا، في السياسة لا توجد المقدسات المطلقة، سياسة يعني برغباتية. باقي لنا 30 ثانية لهذا الملف دكتور، ب 30 ثانية فقط، ورايح هذا الموضوع الحسم للقضاء لو للتوافق السياسي؟ أنا أعتقد أنه قد يكون مسألة التوافق السياسي وتعديل النظام الداخلي أسرع من مسألة انتظار حكم المحكمة التحالية، خصوصا أنه شهر لإنجاز هذه المسألة. أستاذ القانون الدستوري دكتور وائل البياتي، أشكرك جزيل الشكر، والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جاسم الموسوي، أشكرك جزيل الشكر، شكرا لكم. إذن مشاهدينا الكرام، نختم ملفنا الأول بفقرة التغريدات للاطلاع على أبرز الآراء المطروحة في منصة إكس حول تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واختيار رئيس جديد. إذن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى الملف الثاني والذي سنناقش أو نتناقش فيه عن آخر تطورات الملف الأمني في المحافظات وعمليات وعد الحق التي دخلت مرحلتها الثالثة، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة تحقيق نتائج مثمرة بتدمير أوكار ومضافات لداعش الإرهابي وأسلحته ومعداته وتجهيزاته. أرحب بالخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي، مرحبا بك في حصاد الأيام. أهلا وسهلا، رمضان مبارك عليكم وعلى مشاهديكم.
سأسرمد بداية شلون تقيم، شلون تشوف الوضع الأمني في بغداد والمحافظات وبالأخص محافظات ديالى، صلاح الدين، كركوك وغيرها؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع الأمني بصورة عامة إذا نتكلم عن العراق، يعني خلينا نتكلم فقط بدون الإقليم، يعني على اعتبار الإقليم هنالك من يهتم بالأمن الخاص به، لكن نتكلم بالمحافظات العراقية البقية، يعني أنا أراه الوضع الأمني جيد جدا يعني في هذا الموضوع. أنا لا أريد أن أعطيه درجة الامتياز، يعني حتما يعني هنالك خروقات أمنية كثيرة تحدث يعني في هذا، في مجتمع أصبح عدد نفوسه يتجاوز 40 مليون نسمة. الأمور تغيرت كثيرا، ليس على مستوى العراق بالمناسبة، على مستوى العالم. اليوم الانترنت ومواقع التواصل، واني يعني فرحان بانه اقرا هناك بالسبتايتل مالتكم انه المحكمه الاتحاديه يعني الزمت الهيئه العامه للاتصالات او وزاره الاتصالات بحجب هذه المواقع. هذه طبعا تاثيرها خطر جدا على الشاب العراقي، خاصه عندما يرى، تعرف احنا مجتمع، انا ما اريد اقول منفتح تماما، لكن احنا طبيعتنا العشائريه يعني لدينا التزام معين. هذه المواقع طبعا جدا تساعد على انتشار الجريمه. اليوم الشاب من يشوف هذه، يعني عمره 20 سنه او 19، من ينظر الى هاي المواقع يريد يعني يريد يعيش هاي الحالات. طيب هاي الحالات يراد لها فلوس، فيتجه اتجاهات غير سويه. هذه طبعا خطره جدا، وانا قلت لك يعني كنت اشوف بالسبتات ما يكون مهم جدا هذا الموضوع. اذا نتكلم على التهديدات الامنيه، أنا أعتبر هو داعش التهديد الأول. عمليات وعد الحق دائما، شوف لماذا تحرك داعش بالمدة الأخيرة، يعني صارت عندنا حالات، يعني استشهاد بعض المقاتلين من الحشد العشائري أو من غيره، هذا شو سبب؟ مرات ثانية عزيز الخمول الأمني. أنت اليوم إذا ما تتابع عدوك بصورة مستمرة في الصحراء في المناطق البعيدة، يبدأ يشعر بالراحة نوعا ما، فيبدي ينفذ مثل هاي الهجومات. هاي الهجومات ما توصل للمدن بالمناسبة، يعني دائما على الربايا، المدنيين أماكنهم بعيدة متطرفة عن القرى، هذا صعب يدافع عن نفسه. يعني هسا عمليات وعد الحق إذا أريد نفصلها بمراحلها الثلاث، الثالثة اللي انطلقت، هذه مهمة جدا. أولا هي شملت مناطق عديدة، يعني أنت نتكلم عن شرق ديالى، عن جنوب غرب كركوك، عن الأنبار وصلاح الدين، شرق صلاح الدين، وخاصة منطقة الترثار التركيز كان عليها. هذه المنطقة أنا كثير شرحت عليها، قلت هذه المنطقة كانت حتى من قبل 2003، يعني أنا يعني كنت هناك يعني معلم دروع، يعني كانوا يجون ضباط ندربهم، وهذه هي المنطقة أساسا خاصة بين بيجي إلى حديثة، هذا الطريق الاستراتيجي، يعني هذا منطقة منقطعة يعني بالصحراء، بها تلول، بها هذه، يعني لذلك تساعد جغرافيتها على تحرك العدو في هذه المناطق. الصحراء، صحراء العراق كبيرة كبيرة جدا، يعني لذلك نشوف بأنه أكو بعض الأحيان تصير حركة. إحنا عمليات وعد الحق كان لابد من القيام بها، لماذا؟ لكي ترسل رسالة للعدو، نحن نلاحقك أينما تكون. هذه الرسالة، شوف سيطروا على مخازن كبيرة للسلاح في ديالة، مخازن رئيسية لداعش. طبعا ايضا السؤال، ربما انت راح تعقب علي سؤال، زين يا استاذ سرمد، اذا احنا داعش ما موجود، كيف موجوده هاي الاسلحه وسووا لها معرض؟ نعم، سؤال حقيقي. لذلك انا قلت لك الخدر الامني والخمول الامني بعض الاحيان يساعد العدو انه ينقل مثل هذه الاسلحه. في دياله انا اتخوف كثيرا من، قبل ما نروح لدياله، لان دياله ملفها معقد ايضا، هذه المناطق الوعره جغرافيا اللي تحدثت عنها ما تحتاج إلى السلاح الجوي أكثر من قوات المشاة وغيرها، وكيف تقيم يعني دور هذا السلاح المهم في العراق؟ هاي هم راح ترجعنا للمشكلة الرئيسية، هم راح ترجعنا وتعرفني أنا يعني بهذا الموضوع أتعصب بالذات، يعني لأنه أرى بأنه هذا الموضوع جزء منه كبير يتعلق بمنظومة سياسية. اليوم إحنا لحد الآن
مدى نعرف نتعاقد على أسلحة تضمن لنا سيادة جوية. سيادة جوية شنو يعني؟ يعني سيادة جوية أولا ممنوع أي طائرة تدخل بأجواءك، من أجل أن كانت قبل يعني طائرة تدخل بأجواءك كيلو متر واحد تهدد، يعني تهدد. نعم. اترك الحدود لو وحدثت سقطوا طائرات. زين احنا سعدنا رادارات عالية التردد ونقدر نكشف الهدف، لكن كيف تعالج الهدف ما تقدر. هذه نقطة. النقطة الثانية الاستخبارات الجوية، يعني سيطرة الجو على الأرض، وهذه أهم موضوع. تعرف احنا بحروبنا قاتلنا ويا أمريكا صراحة، يعني قد يكون أنا بالخط الأول ودرع وهاي، لكن كان يرعبنا الصواريخ اللي تأتي من الجو، كانت ترعبنا. هذا واقع حال، يعني في أي لحظة أنت ممكن أن يجيك صاروخ، ما عندك سيادة جوية، ما عندك. فلذلك إحنا هسه من أجل أن تضمن عدم تحرك داعش في هذه المناطق، يجب أن تكون عندك مسيرات تلف 24 ساعة فوق هاي المناطق. قلت أنه ما نعرف لو ما نريد، لو ما نقدر، لو شنو. 21 سنة ولحد اللحظة السلاح الجوي ضعيف. أنا بالنسبة لي لا، السلاح الجوي موجود عندنا، الاف 16 عندنا، سيزنا كارفان عندنا، التي 50 عندنا، كم طائرة تشتغل هاي الكورية، لكن هذا غير كافي. أنت لو تقيس ما قبل 2003 عندك 715 طائرة، يعني حقيقة يعني أنا ما أرد أقارن، لكنه عاد على الأقل نوصل إلى نص هاي العدد. عندك الصين تورد لك، الاتحاد السوفيتي يورد لك لحد الان. هو ليش ما نوصل؟ السؤال يا اخي، ما عندنا فلوس مدي البرلمان، وهنالك امور سياسيه انا ما اريد اخوض بها، لكن مدي يخصوا لك الاموال اللازمه للتعاقد. الرافال ب 200 مليار، ب 200 مليون دولار، منو راح يعطيك 200 مليون دولار على مد... مصر شوف راحت جابت 10 منها. زين انت عندك مو مشكله تحرك الاتحاد السوفيتي، العفو روسيا، تحرك على روسيا. زين عندها سي 34 و35 والميج، اجيب منهم يا اخي، مدى اعرف شنو التاخير بهذا الموضوع. الصين عندها سي اتش 5، هسه المنظومات المسيرات منظومه عالميه، ولو احنا متعاقدين اعتقد على 4 منهم، لكن يعني ما اعرف، اعتقد ما وصلنا لحد الان. كثير ينقصك انت من اجل تحفظ حدودك. احنا ما نريد نهجم، لا نريد نهجم على تركيا ولا على ايران ولا على سوريا، نريد من حدودنا وانت جاي. زين. لا اكثر ولا اقل. خلينا ننتقل لملف ديالى. ديالى من اصعب المناطق السيطره عليها امنيا. شنو سبب هذه الصعوبه وعدم استقرار هذه المنطقه منذ فتره طويله؟ سؤال جدا مهم. طبعا عده نقاط، انا ما اقدر اقول لك هذا السبب، لا. السبب الاول تجي حدودها مع الاقليم ومع ايران. يعني مو حدودها مع ايران مثلا داعش موجود بايران، لا، مناطق الاختباء مع داعش تلقيها اراضي مثلا ويا الاقليم، هنالك اراضي غير مغطاه لا من الجيش ولا من البيش مرقة، هذه يستغلوها. كذلك انت عندك 1000 كيلو متر مع الاقليم من الشرق الى الغرب، مع الاقليم اكو مناطق 40 كيلو ما مغطاه. صار جهد تنسيقي في هذا الموضوع، ما يعني اعتقد بانه جهد يحتاج لدعم اكثر. هذه نقطه. جغرافيه المنطقه، انت عندك الوقف وغير الوقف، بساتين كثيفه جدا تساعد ايضا على الاختباء في هذا الموضوع، بالاضافه الى انه هنالك ايضا مشاكل عشائريه قديمه ربما يعني قد تكون تسهل هذه الموضوع. اكو ناس ربما يشعرون بانهم ظلموا في وقت محدد. زين هذه ايضا تساعد. انت كيف تهيئ الارضيه المناسبه لداعش؟ هي هاي الامور. احنا ليش صارت عندنا كارثه 2014 استاذ؟ ليش صارت هاي الكارثه؟ ذاك اليوم كانت عندنا محاضره اعتقد او ملف اسباب دخول داعش بال 2014، من ضمن الاسباب كانت البيئه الموجوده على الارض تساعد على المواطن، قام يكره شيء اسمه الجيش العراقي، تتذكر؟ يعني كان يكره القوات الامنيه. عكس هسه، شوف من تغير التعامل، هسه المواطن مثلا بالموصل او بصراحه يقول لك اريد الجيش، اريد القوات الامنيه يجون يحموني. وين كانت الفكره سابقا؟ ما يريد. زين هذه ايضا يجب ان تهيئ مثل هذه الظروف في هذه. شلون تشوف اليوم مستوى الثقافه الامنيه في التعامل مع المواطنين؟ اليوم يعني
ما تتعامل بالبصرة مثل ما تتعامل بصلاح الدين أو غيرها من المناطق، نحتاج إلى تقدم. وأيضا التطور الأمني اللي حصل خاصة بالسنوات الأخيرة يجب أن نركز على الأسباب اللي جعلتنا نقفز أو نتقدم هذا بهذا المستوى حتى وصلنا لهذا. يعني أنا ما أريد أنقد، يعني نقدي دائما يكون بناء. نحتاج أكثر من خطوة من أجل كسر الحاجز الأمني المتبقي من الحاجز الأمني، مو الحاجز بين المواطن والجهات الأمنية. أنا لا أتكلم داخل بغداد أو داخل المحافظات، لا، أكو مناطق بعيدة مثلا تلقي هناك يعني مثلا جندي أو الشرطة هو أساسا هناك تعبان ومعتمد يصير علي رمي. هذا الموضوع يجب أن ما يعكس على أهالي المنطقة، لأن أهالي المنطقة الآن أهالي المناطق اللي حسب الاستطلاعات اللي إحنا نسويها من تصير حركة، هو يجي يقول هذه نادي يربالكم داعش، نادي يربالكم بالفعل تغيرت. فإذا أنت هذا المواطن يجب أن أيضا تتعامل وياه بنظرة أخرى. لذلك نحتاج كثير من التوعية في هذا الموضوع وكثير من محاولة تغيير ال 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 العقيدة الموجودة كانت عند الذين يتقربون إلى داعش، عرفت؟ نعم. يعني هسه احنا دا تجينا مثلا عوائل من الهول، دا تجي في مخيم الجذعة واحد والجذعة اثنين، دول لازم نحمل عليهم كثيرا من أجل مسح هاي الأفكار اللي كانت سابقا موجودة. هذا يحتاج يعني يحتاج لدعم، يحتاج لمحاضرات. نعم جيد. المرحلة الثالثة انطلقت الآن، شلون شفت نجاح الأولى والثانية وما هي أبرز الأمور التي يجب أن نعمل عليها في هذه المرحلة؟ أولا المراحل أنا قلت لك يعني فرحان بالنتائج، نتائج ممتازة جدا. داعش الآن محاربته صعبة أستاذ، لا تتصور بهالسهولة هاي، أنت صعب طبع. من اثنين مثلا يلفون بالصحراء ويقولهم سيارة أو شيء ويضربوها، هذول صعب تلقاهم. شوفوا أنا عجبتني ذاك اليوم الحجد العشائري، انقتل أخو، استشهد أخو الشيخ عواد الجغيفي أعتقد الحشد، فطلعوا الحشد وهاي طلعوا للصحراء قتلوا لهم 10. العمليات المشتركة أيضا ساعدتهم، احنا قتلنا ذاك قبل 4 أيام قتلنا صار حوالي 10 من الدواعش. زين يعني استطاعت القوات مع الحشد العشائري من قتلهم، هذه نتائج ممتازة يعني في هذا الموضوع. لكن احنا يعني لو تسألني أنا أريد أقطع هذا الموضوع يعني نهائيا، يعني أريد أستمر بمتابعته، يعني متابعته وين؟ ليس فقط داخل الحدود أستاذ، عندنا خطورة كبيرة جدا على الحدود اللي هو مخيم الهول والبقية السجن الغويران وغير 5 سجون عندهم قوات سوريا الديمقراطية بها 10 إلى 12 ألف داعشي. هذول كيف راح نحل موضوعهم؟ يعني مخيم الهول يعني خلي بالك بأنه السور الخارجي مسيطر على قوات سوريا الديمقراطية، لكن داخلي حكمه داعش. أتكلم هذا الملف حساس جدا، هل يجب أن نبدأ بتفادي الأمور من الآن ربما يشكل خطورة في السنوات؟ هذا الموضوع أولا يحتاج تعاون دولي، أكو كم بالمهاجرات عندك، دولة كلهم ناس من 60 دولة. زين قسم من الدول بدأت تسحب هذه، بس هذه الدول مو مثلنا أستاذ، هذه الدول يقول لك من يقول دولة داعش، احنا نريد المجالس التحقيقية مالتهم، نريد المحاكمات مالتهم. يعني شلون هسه احنا من نتفاوض ويا التحالف الدولي؟ هم نفسهم طويل. فلذلك الموضوع دائما كم مؤتمر انعقد بالمستشارية انا حضرته والح عليهم، يعني اقول لهم يا اخي اسحبوا رعاياكم خلينا نخلص من قصة الهول. يعني هذه قصة 13 كيلومتر عن الحدود العراقية، أنا سميتها القنبلة الموقوتة، يعني مشكلة. وهذا كل مدى تأخر، كل مدى يعني اللي كان بال 2014 راح عمره 8 سنين، احسب اللي كان طفل زيد علي 10 صار 18 سنة، حتى حديث الولادة الآن 13 سنة يا عزيزي، صار 18 سنة هسه عمره وصار 20 سنة، وهذا مدى يشوف غير الأفكار الداعشية، يزرع في عقله. ذاك اليوم تكلم حتى سيد قاسم مستشار الامن القومي يتكلم في هذا الموضوع. زين انت هذا شلون ما تلقي لهم حل؟ ان اجيت ان فكرت يعني بعد عندنا حوالي يعني ايش قد والله اخر شيء 1900 عائله احنا جبنا، بعد عندنا حوالي 3000 4000 عائله، يعني اعداد كبيره مو هينه ابد. جيد، بقينا دقيقه واحده لنختم هذا الملف.
هل هناك خلايا نائمة من عصابات داعش الإرهابية موجودة إلى الآن في العراق، وهل تشكل نسبة خطورة عالية ربما لعودة تهديد؟ يعني أكو هي مو خلايا نائمة، هي أو بالأحرى خلينا نسميها خلايا نائمة، هذه يعني تظهر في وقت أن تهيئ لها الظروف لهذا الموضوع. لكن أنا أقول لك يعني اطمئنان بأنه المحافظات آمنة، وربما خلال يومين راح تسمع أيضا إنجاز نعم يعني لأحد الأجهزة الأمنية، خلي في وقتها عندما يعلن إن شاء الله نتكلم به. أيضا مهم جدا يعني على وزن أيضا كشف شبكة ومجرمين كانت لها نيات، هذه أيضا جلبناهم تابعناهم من خارج العراق إلى يعني إلى دخولهم للعراق، أيضا هذا إنجاز قوي إن شاء الله. فالعالم جماعتنا أهم شيء أنه اليقظة والحذر يكون دائما عندهم. الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة. شكرا لك. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا، ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. المحكمة الاتحادية تلزم وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني. القضاء يتسلم بيانات رقمية من فريق التحقيق الدولي يونيتاد بشأن جرائم داعش الإرهابي. إيران تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات والوثائق الموقعة بين كبار المسؤولين لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين. الصحة النيابية تؤكد بأن ميزانية وزارة الصحة غير كافية و 60% من مخصصاتها تذهب للرواتب. بغداد تحتضن مؤتمرا سنويا لذوي الإعاقة لدعمهم والتعرف على الأبحاث الجديدة المتعلقة بهذه الشريحة. حصاد اليوم انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.